عمر سامي أبوي. إيش في خاطرك؟ في خاطري يا طويل العمر والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا وانفهق وجه الغياب وكبرة الآمال، وصادقنا الطموح اللي من أول ما يصادقنا، واخذنا ما قسمها الله، وكل الشكر والإجلال لرب مع وجيه الخير جملنا ووفقنا على طيب النوايا والعوايد والرجال رجال اللي ضاق الزمان الشين ما برنا ولا ضقنا، نواجه صدمة الدنيا بضحك ومرحبية بال، ولا من عقد حجاجه علينا الوقت طقطقنا. صح لسانك عادل. ايش في الخاطر؟ ما في الخاطر كثر اللي طلع، يعني انا اسال الله جل في علاه ان يكون قد قدمت اثر طيب في البرنامج. والله قدمت، وانا على يقين تام بان الاثر هذا لا ينقطع، والناجح لا ينقطع عمله، لا يرتبط لا بمكان ولا بزمان. بس الله جل وعلا ان يكتب لي فيه الخير. اكتفي بهذا الكلام اخوي زيد. ركان ايش في خاطرك؟ ما في خاطري الا كل خير باذن الله. اللي بقول اللهم لك الحمد والشكر والثناء على اللي قدمته في البرنامج هذا. راضي ان شاء الله ان الشيء اللي قدمه ركان ان شاء الله انه شيء طيب وترك اثر وبصمه طيبه باذن الله في قلوب زملائه جميعا ومنهم يشاهدوننا باذن الله. اعطوني الاسم العائد الاول يا شباب. اللي اول يقول انه قاعدين يعزمون بعض على الخروج، اعتقد ان كلامك هذا غير صحيح في وجهه نظري. ومجتهد ولكل مجتهد نصيب، واحيانا المجتهد ما يحصل على نصيب لان اجتهاده لم يكن قد الموقف.